السلام عليكم. اليوم نروحوا لولاية الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال تاع المقر الجديد للمجلس الولائي لولاية الجزائر وليقع في منطقة المحمدية، ونشوف أن الطراز يعني يعتبر جميل، وكذلك مقر واسع. والمؤسف هو أن المنشآت من هذا النوع حبذا لو كانت مجمعة في حي، ما نقول حي إداري ولا في منطقة معينة. للأسف المنشآت هذه اللي كان يعني تزيد هي في الحقيقة تمد إضافة نوعية للمحيط الحضاري تاع المدن تاعنا، لكن للأسف متبعثرة في كل الأماكن في كل الجهات في كل الاتجاهات بدون تهيئة بدون دراسة للعمران، يعني طالع يعني الاوربانيستيك. وهذا ملاحظ في كل ولايات الوطن على كل حال، في كل مدن تاعنا ما فيش نظرة شاملة فيزيون جلوبال يعني تنظيم التوسعات الحضارية. اترككم تتابعون والسلام عليكم.